عاجل، المغرب يعبر عن موقفه الرسمي من الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم السبت أن المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا. وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية تجدد دعمها للوحدة الترابية الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما قالت الوزارة من خلال البلاغ نفسه إن المملكة المغربية تذكر بتشبتها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.